مواطن مدنيون اعتمد في عينته على 10 محافظات عراقية يوضح عدم ثقة العراقيين إلى حد كبير بالحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، إذ تبين نتائج الاستبيان الذي أجراه مركز المعلومة إن أكثر من 60% من العينة غير مقتنعين بالتحول الديمقراطي في العراق، كما يجمع أكثر من 70% منهم على وجود قيود على الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي. هذه الدراسة هي طرحت مو مشكلة واحدة وإنما جملة من المشاكل ومؤشرات خطيرة تسري في المجتمع العراقي. وفيما يرى البعض أن الاستبيان لم يتعدى طرح مشكلة موجودة أساسا في الشارع العراقي، يأمل القائمون عليه أن يؤخذ بنتائجه من قبل الحكومة والأحزاب المقبلة على دخول مضمار الانتخابات. هل سيؤخذ به؟ أتمنى أن يؤخذ به، أتمنى أن تكون هناك سياسة حقيقية للدولة تعتمد على مثل هكذا بحوث. وبالنسبة للناشطين مدنيين دوليين، فليس من مهمة منظمات المجتمع المدني إيجاد الحلول لهذه المشكلات، بل إن دورها يقتصر على الوساطة بين المواطن والسلطة. ليس من مهمة منظمات المجتمع المدني إيجاد حلول لهذه المشكلات، بل دورها هو إيصال صوت المواطنين إلى الحكومة، وأعتقد أن هذا الاستبيان مهم وانطلاقة لعمل مدني حقيقي في العراق. لكن متابعين يرون أن ما يدور في معظم ورش العمل هذه لا يتعدى صرخة في واد أو نفخة في رماد، فسواء إن أجري استبيان بهذه الخطورة أم لم يجري، فغالبا ما تنتهي نتائجه بانتهاء ورشة العمل التي يغيب عنها دوما ممثلون عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.